السلام عليكم معكم سلطان. اليوم الصراحة كان نفسي في هذا التحدي من زمان. اليوم سجان. هذا شيء يعني شفته ما في تجهيز ولا شيء، جبت أكل أنا نفسي فيه من زمان. 150 حبة سجان مع معدوس مع أنبة حارة مع مخلل الليمون. جيبوا لي كاتشب. شيء من... ها؟ كاتشب. لا ما ينفع. إلا أنا بغمد السجان في الكاتشب جوي. ما عمري شفت اتفق معك كتشب مع كل شيء بس مو مع السيجان. يا سامة لا تخرب لا تخرب لا تخرب الشهية حقتي. جيب السلو بشهيهم من البداية. جيب الكتشب. جيب جيب جيب. All I wanna do is satisfy you. Baby all you want is to be satisfied with me. We'll be drinking champagne on the beach of Malibu, cruising down the boulevard, kissing in the backseat of the car, making love under the stars. How would you like to be satisfied with me? I've been counting moments, oh love. I've been catching signs from. هذا ما لدي من كاتشب. سيجان مع المعدوس ما ينفع تاكله بدون هذه. ترى كنت احسبك تمزح بس الصراحه حقت امي لذة هذه. انت بجيبها كان المفروض اخذها كرام سوبر ماركت. انا ما احب السيجان فحشارك الموضوع عشان متعب. مين ما يحب السيجان؟ مره متعب السيجان، ما في لحم كثير فيطلع شوك كثير، فحنحاول نقرمش سويه يا جماعه. حالياً السمك مرة يعطش. أيوة يعطيك العافية. مع الكاتشب خطير حقيقي. شوف أنا أحب السيجان ما يكون مرة صغير وما يكون مرة كبير، زي كده وسط. بس مريان شوك يا عمي. ما شوف 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 أوريك حاجة أوريك حاجة دحين. خليني أجيب واحدة جديدة. شوف طريقة أكل السيجان. ما ليها طريقة، ترى كل الناس يأكلوها بريما يبون. تكسر الرأس في وصلة هنا خلاص حتشيل. شوف الطبقة دي حتتشال زي ما هي، ها كلها راحت بدون شوك. هاي ايه ما بشوف الرأس. بعدين تبطل اليوم. شوف هنا حتيجي على الناحية الثانية حتسوي نفس الحركة. حتشيل الفيليه هذه اللي من الناحيه دي، ما اعرف ليه قلت فيليه. خلصت الدنيا بسيطه والباقي خلاص. خلاص الباقي ها في بسطه حته مقرمشه هنا، الشوك حقه يتاكل لذيذ. الشوك بس سامع عليك بيتش اوف مالك. انا حعد. شوف يا سام شوف هذه الوصله كده تاخذها، تفك الفيليه هذه الوصله كلها. هو ليه بيقول فيليه؟ وتاخذ هنا تحط على العيش المقرمش. ايش الفليه اصلا سلطان؟ الفليه هو طريقة قطع السمك. شوف كذا بالعيش. ابى واحدة نفسها. جيب عيش. حط لك وصة انبه. حط لك حبة مخلل. كلها زي ما هي كذا. تفضل. بس الدين لما يكون صغير ويكبر يصير سجان. لا. السردين ما يكبر الا يصير حجمه نفس الشيء نفس الشكل. السردين طويل، السيجان يجي مفروض كده. سمك غير. ما جيت اكلت سيجان عمرك؟ شوف شوف تعال والله بدون شوك كل اللقمه دي. قرب 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 عادي. ها دخلها لمبة لمبة. خذها ولمبة معاها. خليك انت ترجع فين؟ ارجع هنا. خذ لمبة معاها. خش خش شوية في الكادر. ايوه تبغى كاتشب؟ خايف يحس فيها شوكة. استنى دي كاتشب. والله اني افهم وتحس برضه بواثق انها فيها شوكة. صغير الشوك. ما في ما في. انا بقول لك ما في. لا بأمانة بأمانة. مو ايش الهرجة؟ لذيذة ولا لا؟ تمام يعني لذيذة؟ لذيذة ولا لا؟ والله ضايع.
خايف يقول ما ينزل الدرب. عادي عادي رايك رايك مو لازم تعجبك. ترى في ناس معانا امي مره تحب السيجان ترى يا جماعه. انا مره احب مره تحبه بس انا ماني طالع لها. يعني انا لما اشتهي سيجان مو يعني بشتهي سمك. لما اشتهي سمك باكل سمك. سيجان لي طعمه. فقرة تعليقات المتابعين. المهم يا جماعة اليوم عندنا قناة الرعب تقول يا رب أسعد قلب كل شخص حزين. اللهم آمين. آمين. منى تقول يا هلا شطار أقرأ تعليقي سحس جرب تحدي على أكلة العصبان الليبي والله ما تندم من العظمة الطعم. ايش العصبان؟ في اكل اسمه عصبان في ليبيا اتوقع يقولوا مره لذيذ. Amazing يقول woo 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 that's so nice my brother keep it up you are always a blood very tasty food thank you. السمك غير عن اللحوم البيضة. الا كل اسماك لحوم بيضة. طيب الدجاج ايش؟ لحوم بيضة. طيب اللحوم انت بتعمم. لا اللحوم البيضة كدجاج. الدجاج مو لحوم. ها الدجاج دجاج والسمك سمك. لا السمك لحوم. لا وعظيم. تنقسم اللحوم بشكل عام الى لحوم بيضاء ولحوم حمراء. واللحوم البيضاء التي هي موضوع هذه المقالة هي لحوم الاسماك والطيور سواء برية أو داجنة منها مثل الدجاج والحمام والبط والصمان والطاووس والحجر والسمك وتعتبر لحوم البيضاء أسهل هضما من اللحوم الحمراء. صباح تكبير. تحدي 7 مليون كل برجر وانت تنقص بالقفز المظلي. أسامة شوكة صح؟ ما اكلت ولا شوكه. ما لك الخبره. انا ما أكل... انا طالع من بطن امي ارضع سجان. انا اعرف اقطع شوك وتشيل الراس من هنا. لا يا اخي ما له دخل. ما اكلتها. ايش اتزحلقت يدي ودخلت بالشوكه. احا المهم تعلم عليك من السمكه. علم عليها وكلها بسرعه. علم عليها وكلها بشوكتها. نفسي اشوف الكمشه حقته اللي اكلها. بس شوف انا قد ايش هو ولا شيء. كم ولا شيء؟ كم؟ 4 5 لا 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 سلطان الى الان 8 حبات. لا انا اكلت اكثر. كيف 10؟ ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ انا اكلت يا حبيبي مقسمين القسمه الاثنين. انت نص هو نص. ايش فيه؟ انا خلصت. كيف خلصت كذا؟ خلاص خلاص خلاص. انا قلت سيجان ينقلق معايا. خلاص. انا ما قلت اني مدرب. انا ما قلت اني مدرب بس ايش طلعت صوت غريب كذا. هي مفجع. هذه حريده صغيره. ايش غشونه؟ شوف شوف. يمكن دقيقه 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 يمكن ابو سيجان ام حريد. عارف شو جاب بجد؟ ايش ده؟ عسل بلا هبل. والله عسل. جربت دجاج مع العسل، لحم مع العسل، جربت اي شيء جربته مع العسل. هو في في اهل جيزان صح؟ ياكلوا المرسى بالعسل؟ مرسى بالسمك. ايوه والمرسى ايش فيه؟ عسل. انا ماني ضد اني اجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس غلط كذا لما البارده ناكلها. الطعم حيبان بالدقيقه. ملعقته نظيفه. هو ما ايه ما كمان. كيف؟ لا لا تدوب. ايه ايش اسوي؟ روح سخنها. شوف انا قلت لك روح سخنه لانه ما ابغى اظلم المنتج. لانه الصراحه طلع لذيذ معايا فانا ماني مصدق يعني ما اعرف. لا لو سمحت هات سمكك خليني اخذ من سمك يعني الصراحه انا طلع لذيذ معايا فابغى احد ثاني يعني يا يقول لي يا انا يعني يا اخي ما ادري بس انا ترى من الناس اللي انا حاسس قبل ما ادوق اني حقول لك انه لذيذ لاني احب العسل واي شيء فيه طعم حالي احبه.
لا كان لز والعسل بارد متلج كده هو ساخن مو لذيذ وربي هو بارد كان لز لا لا تجربوه كده لا بين طعم السمك اكثر صح والله بالنسبه لي لذيذ لذيذ صح والله بس البارد كان مره لذيذ والله لذيذ كده خلاص صح مو صح يا يا ذس از ماي فريند الله عليك يا بطل والله انك بطل مين بالله خلصته صح صح كفو خلصت سلطان من زمان خلصت قول ودي اقول قصيده قول والقصيده اليوم عن الحب يا جماعه واحد مرهف وكذا القصيده هذه حتفيده يقول عن الحب احكي وللحب اقول ما في شيء بالحب مو مقبول صحيح كلمات تتلاقى بالقبول مشاعر تذهب العقول حياة بحب تخليك مفتول حياة بلا حب يقتلها الذبول الله الله سلطان الله الله سلطان شوقي شفت الحركة شفت الحركة ايش بقى حط الملعقة فاضية وخرجت فاضية سوى نفسه اكل لقمة اقسم برب الكعبة اقسم على المشاهدين اقسم برب الكعبة حتى شفته اخذ الملعقة ورب النعمة ورب النعمة ما عباها انا حلفت احلف انا ما اقدر احلف صراحة والله سوى زي كذا كنت بحاول اسلك لصاحبي صراحة اسمك اكلت لذيذ والله ما حتى بالعلامة في عسل طايح هنا لا العسل في الملعقة احمر هو لاحظ منها؟ ايوه 150 حبة سيجان يا جماعة هو التحدي سيجان اخذت نص الصحن هذا النص حقك الثاني طيب يا جماعه رجعنا بالحلا ايه في حلا من جد ايوه حلا ما ابغى غير طعم السيجان اللي فمي ايش طلبت حلا ما اعرف شو قفل قفل الشاشه قفل الشاشه بسرعه جيب الحلا ونرجع لك like to be satisfied with me I've been counting moments, oh love. I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. أحلى حلا بعد السمك. مرسى ومعصوب بالعسل. الله. بس هذا مرسى صح؟ مرسى. هذا مرسى يسوق. بس قريب من المعصوب هذا. هذه مو مرشة هذه مو مرشة مرة قريبة من المعصوب هذا المعصوب هذا معصوب اضحك علينا انت قلت له مرسى والله طلعت مرسى هذا المعصوب هذا معصوب حسبني ماني فاهم وكده نكون وصلنا معكم يا اخي حق لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب وتنشوا حق في كل مكان واستنونا على تحدي 7 مليون باذن الله حناكل بغبغاء مشوي على الفحم لقمه خيره لقمه بغبغاء مشوي على الفحم لقمه ايش بغبغاء بغبغاء راسك بغبغاء لقمه اخيره طيب اما بغبغاء لقمه عندك بوستات شير لايك سبسكرايب يلا تبعوا نفسكم يلا سلام ايش في يلا ايه خلاص خلصت الحلقه يلا سلام Let's just take a ride along the bay We don't need to work we can sit around and play